الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في سورة العاديات. سورة العاديات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إيش ممكن يكون الرابط؟ والعاديات ضبحا إلى آخره، إن الإنسان لربه لكنود. طيب، العاديات هنا الخيل، الخيل التي تعدو، والعاديات ضبحا، الضبح، الضبح هو صوت أنفاس الخيل لما بتكون عم تعدو. لاحظوا، والعاديات ضبحا، إذن هو هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الخيل أولا وهي تعدو، وهذا وهي تعدو بشدة. منين عرفنا أنه هو هي تعدو بشدة؟ من قوله ضبحة، مش فقط ضبحة واللي بعدها كمان، من قوله ضبحة يعني أثناء عدوها بيخرج منها صوت، صوت العدو هذا يسموه الضبح، يعني مش صهيل الصوت. الحصان، الحصان لما بيكون مرتاح بيكون له صهيل، هنا طالما انه يعدو اثناء العدو، اذا العدو بشدة بيكون في صوت اللي هو هذا ايش؟ الضبح، الضبح. ايوه، سرعة تنفسه هو بالذات الخيل بيكون له صوت أثناء العدو. والعاديات ضبحا الآن فالموريات قدحا، لاحظوا الآن برضو من الدلائل على أنه هو الخيل هنا، لاحظوا مش بتكلم عن فرد الآن، عم بتكلم مجموعة من الخيل تعدو بشدة. الشدة هاي ظاهرة في الأمور التالية، أولا الضبح، قلنا إيش الضبح؟ النفس، نفسها وهي تعدو. فالموريات قدحة، الموريات قدحة. أفرأيتم النار التي تورون، تورون شو هو الإيراء؟ الإيراء هو استخراج النار، الإيراء استخراج النار من الخشب مثلا. كيف بتتم عملية الاستخراج النار؟ إذن أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون فتستخرجون منها، يعني من الشجر مثلا النار. إذن إيش هو الإيراء؟ هو إخراج النار بأي أسلوب من الأساليب يتم الإخراج. هنا، هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن القدح، القدح اللي هو حوافر الخيل، وعلى وجه الخصوص لما بتكون الخيل إلها السنابك الحديد، ما هو من زمان هاي قضية الخيل بتكون حذائها إيش؟ الحذوة بتكون حديد. فتصوروا أنتوا لما يكون الجري بسرعة شديدة، وظهرت هذه السرعة في الضبح، وبتظهر الآن في إيش؟ في القدح اللي هو بتصك، لما تصك سنابكها بالحجارة شو بيخرج؟ شرار. فهو يتكلم إذن عن خروج النار بالقدح، خروج النار الشرر بالقدح. فالموريات قدحة، لأنه إيراء اللي هو إخراج النار ممكن يكون بأكثر من 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 طريق، طريقة، لكن هنا عم بتكلم عن حالة من مجموعة من الخيل. هي على فكرة المجموعة هاي
من الخيل راكب عليها بشر ولا لحالها قاعدة؟ واضح راكب عليها بشر، فهي تعدو. إذن هي لحظه، هي تعدو وبسرعة ولها ضبح. طيب، ومن شدة الجري سنابكها بتضرب في الأرض فيخرج الشرر. إذن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الإغارة بيكون فيها هجوم مباغت، الإغارة بيكون فيها هجوم مباغت، معناته اللي عظاهرها، اللي عظاهرها هم اللي بدهم يغيروا الآن، وهي تغير، هي تستجيب لهم، ها تغير. وغالبا الإغارة كانت تكون دائما متى؟ في الصباح، وممكن تكون الإغارة في أي وقت، بس يبدو أنه دائما الإغارة على فكرة مش في فقط في يعني في العصر العصور القديمة وحتى في العصور الحديثة. الإغارة عندما تكون أثناء أو في الصباح، الصباح إيش بكون على فكرة؟ أولا العدو بكون نايم، بكون غافل، ثم الصباح بكونش في شمس بس بكون في إضاءة، يعني المغير شايف بشوف، ولكن هذاك غافل. وتلاحظوا أنتوا إنه الإنسان لما بكون نايم لما بقوم قوته، شو بتكون قوته الجسدية؟ ضعيفة، بكون في ضعف في عضلاته حتى يصحصح شوية. فلذلك هي أفضل الأوقات الإغارة كانت تكون متى؟ في الصباح. حتى الله سبحانه وتعالى عندما كان ينزل عقوبته في الأمم التي استحقت العقوبة، تلاحظوا متى كان دائما؟ في الصباح، في الصباح. استعرضوا، سبق تحدثنا في هذا، لو استعرضت تجد معظم الأمم هلكت وانت في الصباح، في الصباح. فالمغيرات صبحا، صبحا هي على فكرة هي وهي هاجمة بتكون تركض، طبعا بدها تفاجئ العدو، بتيجي بتيجي ايش؟ مسرعة. في أوقات الصباح وبدايات الصباح القدح بيكون مبين كمان على فكرة، يعني وانت انت ممكن تشوف الشرر هذا في النهار في الظهيرة مثلا، لا غالبا بتشوفه انت في أوقات ايش؟ الليل او يعني عند الصباح قبل ما الشمس تشرق، بيكون هذا واضح، خصوصا لما يكون عندي مجموعة ضخمة من الخيل يركبها الفرسان وتجري بسرعة وهمة 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 في اتجاه هدف. هذا هدف، هو هدفها هي ولا هدف اللي راكب؟ هدف اللي راكب، يعني هي تجري وفق هدفه. فالمغيرات صبحا فأثرن به، به ايش يعني به؟ يعني فأثرن بالعدو الشديد هذا، بالعدو الشديد. وهون شوية نتوقف، انه ممكن تجدوا في كتب التفسير انه به يرجعوها لأكثر من، يعني في منهم يرجع مثلا فأثرنا به اي بالصباح، يعني في الصباح مش هي. فالمغيرات صبحا فأثرنا به، يعني أثرنا في الصباح النقع. هذا كلام نجده كثير عند بعض التفسير، وهذا كلام ضعيف، ضعيف خصوصا باستخدام الباء، وان كان بيقولوا مرات انه يعني انه الباء ممكن يحل محلها في، او الفي يحل محلها الباء وتعطي المعنى نفسه. اثرنا به بالصباح يعني، او في الصباح. هذا الكلام الحقيقة استغرب انه ما يرجعش الضمير، ما يرجعهوش للعدو، العدو الشديد. هي لما بتثير النقع، النقع شو هو؟ الغبار. لما بتثير النقع بتثيره بايش هي؟ مش بعدوها الشديد؟ فأثرنا به اي بالعدو الشديد، بالعدو الشديد نقع. طبعا لاحظوا انه الصورة ايش اسمها؟ العاديات. معناته دائما بده يكون في ذهننا العدو في الصورة، طالما هي سميت ايش؟ العاديات، لذلك يكون في ذهننا العدو الشديد.
إذن فأثرنا به، إيش المقصود به؟ بالعدو الشديد هذا نقع. إذن لاحظوا الصورة كيف صارت، خيل تعدو بشدة، لها صوت من عدوها الجاد هذا، ثم هي حوافرها تطلق شرر لما بتصطك بالحجارة، طيب، وتثير الغبار. هذا كله، هذا كله دليل على الهمة، الهمة واتجاهها نحو ايش؟ نحو الهدف. هدف مين؟ هدف اللي راكبها، هدف الفارس. فأثرنا به نقعا، طب آخر هدف ايش هو؟ فوسطنا به جمعا. به اي بالعدو. اذا العدو، حتى انه استغرب بعض الناس وهم يفسروا كيف بيقولوا بالعدو، انو العدو؟ ليش العدو؟ يعني هذاك في الاخير احنا بنكتشف العدو اللي هو فوسطنا به جمعا، مش هيك؟ العدو لا، هو اثرنا بالعدو نقع، والنقع ايش قلنا؟ هو الغبار. اما طبعا الغبار ليش سمي نقع، ليش سمي نقع الغبار؟ هو اي شيء على فكره اجزاءه تتجمع في مكان. اذا اهم شيء في تعبير النقع اللي هو اجزاء تتجمع في مكان، لذلك ذرات الغبار الصغيره عندما تتجمع في مكان ثم تاتي الخيل الان وتركض، شو بتعمل؟ بتثير النقع. ولاحظوا احنا بنستخدم تعبير نقع لما بتجيب انت مي، مي وبتحط فيه ايش؟ مثلا الغسيل، تنقعهن لفتره، يعني اذا بتجمع الغسيل في مكان بتنقعه بالمي، مش هيك؟ لذلك تجمع الاجزاء الغبار هذا على الارض، ثم الغبار بيكون يعني خفيف، فمن شده العدو ايش بصير؟ بثور. فأثرنا به بثور الغبار، فأثرنا به نقعة، فوسطنا به جمعة. واليوم كثير بتكونوا حضرتوا في أفلام تتعلق بمعارك تاريخية، بتلاحظوا دائما في المعارك الشديدة شو اللي مستخدم بالدرجة الأولى؟ الخيل. وبتلاقوا الخيل اقتحمت الجموع، دائما بيجيبوا لك صور المعارك القديمة بيكون الناس مختلطة ببعضها والخيل ايش؟ في وسطها. ويبدو انه الحصان شجاع وجريء على فكرة، وباقي الدواب ممكن ما تكون منضبطة بانضباط ايش؟ الحصان. الحصان مع انه قتل ودماء وصوت المعارك والتفاصيل بتلاقيه ايش؟ بيستجيب وبيقتحم، فبتجده في وسط ايش؟ في وسط ايش؟ تجمع، تجمع مين؟ تجمع المتقاتلين، هذا اللي أغار على العدو. فبتجد إذن هذا الحصان، إذن لاحظوها، وهذه مجموعة من الخيل، ويندر أن تجدوا أي دابة أخرى تشارك في المعارك مثل الخيل، وتتوسط الجموع وتقتحم وتستجيب لراكبها وين ما بوجهها، حتى وهو في إيش؟ في سيوف وفي رماح وفي تفاصيل، تجدها بتقتحم ومستجيبة الخيل ومستجيبة، باقي الحيوانات لا. ولذلك كل الكلام عن الخيل، كل الكلام عن الخيل. إذن فوسطنا به جمعة، اللي هو هذا الغاية النهائية، كان بكل الحركة اللي شفتوها، الحركة اللي انتم شفتوها، عدو شديد، نفس الخيل، مش هيك؟ حوافر بتقدح الشرر عند الصباح، تغير تباغت، واذا بها تتوسط الجموع بمين؟ بالفرسان اللي هم راكبين، اللي هم راكبين. ايش يعني؟ ايش يعني؟ لاحظوا، فوسطنا به جمعا، هي القسم، ويقسم الله بها، وإذا أقسم بها فهو يعظم الله، والله سبحانه وتعالى يعظم ما شاء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى عندما يقسم بالخيل يقسم بالخيل في هذه الحالة، في هذه الحالة، الحالة اللي هي إيش فيها؟ التي هي تعدو بقوة
ومن دليلنا قلنا على انه عدوها شديد الضبح والقدح، مش هيك؟ والقدح وإثارة النقع، وفي النهاية توسط الجمع، أعمال عنيفة بعنف كله بقوة. استجابة لمين؟ استجابة ولتحقيق أهداف الفارس اللي بيركب على ظهرها. مين هو هذا اللي بيركب على ظهرها؟ اللي يركب على ظهرها هذا ربها، مش المربي لها واللي معلمها واللي بيطعميها وبيشربها. بنسميه ربها، رب الخيل، مش ربها، لانه فيه معنى التربيه. لانه الرب ايش في الاصل؟ الرب الرازق الواهب المربي، المربي. طيب في معنى الربوبيه في الفارس هذا بالنسبه للحصان ولا ما فيش؟ في معنى الربوبيه. بتجد هذا الحصان في مواجهة ربه، اللي هو مين ربه؟ مين ربه؟ الفارس. بتجده جاهز، جاهز دائما لتحقيق مطالبه وتحقيق أهدافه، وتجده بجد واجتهاد في اتجاه إيش ما يريد. مين الفارس؟ مين الفارس؟ ربها، رب الفرس. فبتجدها مخلصة إله، مخلصة إله، منذرة أوامره، مع أنه يعني في تعب وفي شدة وفي كذا وفي في عدو بتدخل بينه وسيوف ورماح بتتوسط الجمع، كله من اجل طاعة مين؟ طاعة مين؟ ربها، فارسها اللي على ظهرها. كل اللي شفتوه من حركة عنيفة في اتجاه محدد لتحقيق هدف ثم اقتحام الجموع، تقوم به الخيل تنفيذ لإرادة مين؟ لإرادة مين؟ لإرادة ربها. طب ايش هالربوبية هاي؟ ايش يعني عمل ربها؟ هو خلقها يعني؟ لا، لاحظها، يعني هو بيطعم بيسقي، بتجده بينظف وبيظبط ومشيك وبيعلم وبيدرب، وكيف تواجه التفاصيل. تجدها هي ايش؟ تجدها تبذل طاقة، غاية الطاقة لتحقيق الهدف، مقتحمة كل المخاطر من اجل مين؟ ربها. اما الانسان، فإذا جاب لك صورة، صورة لمخلوق من مخلوقات الله مسخر إليك، لما بتكون ربه كيف بيكون؟ مطيع وجاد وبينفذ أوامرك، وإن كان فيها تعب وإن كان فيها كد، وبواجه المخاطر من أجل إرضاءك يا راكب على ظهري. بدنا نربط، شوفوا الآن نقرأ. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به، أي العدو، فأثرن به نقعا، فوسطن به. ما هو لما جرت في الأخير وين ما شاف من سرعتها، والعدو دبت بين الجموع، ها تلقي حالها في إيش؟ في المهالك. فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. شوفوا الصورة، المفارقة الهائلة، المفارقة الهائلة. ايش موقفنا من الرب وايش موقفها من الرب؟ هذاك رب صغير، رب صغير، شو يعني؟ شوية علف، بيسقي، بينظف شوية، بيدرب شوية، بيعلم شوية، فيه معنى من الربوبية في التعليم والتفاصيل. وتجدوها ايش؟ تستجيب لمطالب ربها فارسها، وهي وتغزو وتلقي بنفسها في المهالك. اما الانسان، ربطنا الان بين ليش قضيت والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فاثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ان الانسان لربه لكنود. هو مش تعزير للإنسان، هو الحقيقة كشف، كشف لفطرة إنسانية خالقها الله فيك. لأنه أصلا بقول الإنسان، بقول الإنسان، لما بقول الإنسان يعني أنا استمعت لبعض الناس، وأحيانا في ناس يعني بيدبوا على المسائل بدون استقراء،
بقول اذا قال الله سبحانه وتعالى الانسان معناته بيكون بذم، يعني وين ما بقول الانسان بيكون يذم، وهذا غير صحيح. معناته احنا مش مستقرئين، يعني ان الانسان لربه لكفور هون بذم، بس الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هون عم بذم. فأحيانا في ناس بيطلقوا أحكام بدون استقراء حقيقي للآيات القرآنية، بذم وبذمش، هذا مش بتعبير إنسان، هذا السياق اللي بتحدث فيه عن الإنسان. هون إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، هو بيتكلم عن فطرة خلقها الله في الإنسان. ممكن تكون فطرة تبدو سلبية، لقيت حب الذات، سبق قلنا حب الذات سلبي ولا إيجابي؟ حب الذات سلبي ولا إيجابي؟ في الأصل مخلوق حب الذات من أجل الإنسان يتحرك ويبني الحضارات ويكد ويتعب وتفاصيل، بحب ذاته مش هيك؟ ولكن حب الذات ممكن يؤدي لايش؟ دقيقة، ما احنا جايين لكنود، كنت من مهد لك قاعدين. الانسان اذا ممكن حب الذات يؤدي فيه الى السرقة والرشوة والغش والاعتداء على الاخرين والى اخره، تفاصيل طويلة. حب الذات مش هيك؟ اذا لابد من حب الذات. طب اذا كان لابد من حب الذات، طب ما هو حب الذات له عوارض مرضية، هو لابد منه، له عوارض. بيجي الدين الان بيهذب النفس البشرية مشان يوجه حب الذات في اتجاه الصح. القطعة فكرة، مش انتم بتحبوا ذاتكم؟ بقول لك اتصدق. طب ما انا بحب ذاتي، اتصدق ليش يا اخوي؟ اتصدق ليش يا اخوي؟ ما انا بحب ذاتي. مش هيك؟ بقول لك اذا انت بتتصدق الدرهم بعشرة بتخبي لي اياهم، و700 كمان بتخبي لي اياهم عندك؟ نعم. فبتلاقيه يتصدق. اذا هو لما تصدق كان شو بيعمل؟ بيحب ذاته. بس ايش عملنا الان؟ وجهنا حب الذات لمصلحة المجموع. وما بقدر يوجه على فكرة حب الذات لمصلحة المجموع الا الدين. كل المذاهب المادية مستحيل، تقدرش مذاهب المادية توجه حب الذات لصالح المجموع. هو بتلاقيه بيعمل لصالح المجموع طالما عليه رقابة، وطالما طالما طالما. وذاك بتشوفوا عجب، انتم بتشوفوا عجب من في المجتمعات المادية من الزعماء والمتحكمين وكذا، في النهاية بيركبوا الناس وبيضطهدوا ديكتاتوريات وسرقة وغش وتلف ودوران وتفاصيل، وما تقولوليش في البلاد المتأخرة والمتقدمة أولا. ليش؟ لأنك أنت كيف بدك تقنعه وهو بيحب ذاته أنه يضحي بذاته من أجل الناس؟ أيوة، لما واحد بتلاقيه مقدم في المعركة، مسلم مقدم في المعركة، نقول له استنى شوي، أنت مقدم في المعركة بتموت يا زلمة، بتموت، هو أنت ما بتحبش ذاتك؟ شو برد عليك؟ بقول لك لاني بحب ذاتي مقدم انا. بقولوا جنة، هذه جنان. انت الارض شو يعني؟ مش شايفين في الارض اشي يعني محرز، بس جنان هاي. اذا شو اللي بيخليه يندفع؟ حب ذاته. فالدين مش اجى تنكر لحب ذاته، اصلا الدين هو خلق فيه حب الذات. الله خلق فيه حب الذات، ما تنكر له حب ذاته. ايش عمل فيه؟ وجهه لصالح المجموع. في اي مذهب ارضي بقدر يوجه حب الذات لصالح المجموع؟ مستحيل، لانك بدك تقنعني لما بضحي انا الى درجة الموت، ايش استفيد؟ قال يذكرك التاريخ. يذكرني التاريخ؟ شو يعني يذكرني التاريخ؟ يعني هو انا لما بصفي تراب شو يعني التاريخ بذكرني بالحسن ولا بالسيء؟ شو يعني بتفرق؟ شو افرقت؟ شو بدي ايش تقنعني؟ هذا لما بفكره مزبوطها، بفكر مزبوط. تقعدش تضحك علي وتقول لي بذكرك التاريخ، تضحك علي وتقول لي بذكرك التاريخ. خصوصا الماديين هذول اللي بيقولوا لهم بعد ما يموت بصفي حجر وتراب منه، ايش يعني اذكرني التاريخ؟ شو يعني بهم هذه الحجارة لو انه سبناها او مدحناها؟ ايش افرقت معها العمود؟ ايش الفرق معها العمود هذا؟
اذا سبناه او مدحناه ايش يفرق؟ فاذا كان المادي المادي الدهري اذا كانه ذكي بيعرفوش يضحكوا عليه، يقول له بيذكرك التاريخ، ضحي موت من اجل المجتمع يا اخوي، لا المجتمع يموت من اجلي، انا اركب المجتمع اصلا، هيك بيعملوا قذافي وبن علي اللي بقى يعطي مغنطه مشان تدخل الصلاه، ها وفلان وفلان هذول شو قصتهم؟ هذا معناته فيش ايمان اصلا بالمره، حتى ولو فيش ايمان، وبالتالي مش شايف الا هو، مش شايف الا ذاته. اما اردوغان مثلا لا يكون بيعمل زيهم، هذا لا، ابحث عن حقيقته لانه بيؤمن. اما الشياطين هاي اللي وين ما درنا بنشوفها شياطين، شو قصتها هاي؟ اولا هي عدوة الدين دايما، وبالتالي اشي طبيعي تكون بهذا الطريقة، تقولهاش بذكرك التاريخ، شو يذكرني التاريخ بعد ما اموت؟ ليش اموت؟ اذا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. خليني قبل كنود اشوف وانه على ذلك لشهيد، يعني سلوكياته احواله كيف بيعبر، كله بيشهد على هذه الحقيقة. انو الانسان، كثير من او بعض اهل التفسير كان قالوا الانسان، المقصود الانسان الكافر، غير صحيح، مش المقصود الانسان الكافر، هون بقول ان الانسان، زي لما قال خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، هذا الانسان. كنت قال لك طب المسلم مش هيك، ايوه طالما هو هلوع، اذا مسه الخير منوع، مسه الشر جزوع ومسه الخير منوع، كيف ممكن نحد من هالكلام وكيف نربيه مشان ما يكونش جزوع وما يكونش هلوع؟ اما اذا الانسان هيك، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، لما بيشعر الانسان باستغنائه، مش بالغنى المادي يعني، باي استغناء كان، بمال، بجاه، بسلطان، بقوه، بشك بيشعر بالاستغناء بيبدا يطغى. طب كيف بدنا نجعله ما يطغى؟ نجعله غير مستغني. ولذلك الله بيجعلك دائما، بيجعلك الايمان الاسلامي بيجعلك دائما بحاجه للرب، فانت بتوصلش اصلا لدرجه الاستغناء، بعرفك حقيقتك وحقيقه حاجتك وانك دائما محتاج الخالق، وبالتالي اصلا ما بتطغاش لانك ما بتستغنيش، بس اذا استغنيت بتطغى. حقائق في النقد خالقها الله في النفس البشريه، بما في ان الانسان لربه لكنود. اما كيف بدنا نجعله مش كنود بعد ما نعرف كنود؟ كيف بدنا نجعله ما يطغاش؟ بتذكروا مثال قديما انا قلته في بعض الدروس عندي، انا حقيقه بتقول الحديد يصدع بالرطوبه، قانون، الحديد يصدع بالرطوبة قانون. طب كيف بدي أجعل الحديد ما يصدعش؟ بسيطة، ببعده عن الرطوبة. كيف ببعده عن الرطوبة؟ بدهنه مثلا، هي أبعدته عن الرطوبة ما بصدعش. طب شو هو الصدى؟ هو نوع من الأكسدة. طب بجعله ما يتأكسج، كيف بجعله ما يتأكسج؟ في طرق لجعل الحديد ما يتأكسج، تمام؟ اذا مش معناته لما يكون قانون ما فيش حيلة امام هالقانون، هذا القانون ضروري ومهم، قانون حب الذات مثلا، بس كيف ما يخرجش هيك وهيك؟ كيف ما يطغاش؟ كيف ما يكونش هلوع؟ تمام؟ هنا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. هو في كل حركة من حركاته، سكن من سكناته، أحواله، أقواله، الإنسان بشكل عام يشهد على نفسه إنه كنود. طب إيش كنود؟ يقولون
ويكاد يطبق على معنى محدد اللي هو إن الإنسان لربه لجحود. جاحد. جاحد لإيش؟ لربه معناته في شيء مقدر. إذا جاحد لربه معناته في شيء مقدر، يعني لنعمة ربه. شيك؟ جاحد. ويبدو أنه مش هذا هو معنى كانوت. هو كما قلت يبدو أنه أحيانا في التفسير بيستسهلوا يوصلوك زبدة معنى أو إشي قريب من أو صورة من صور كنود، فبقول لك كنود يعني جحود، جنود كنود يعني جحود، ويبدو مش صحيح. هو لا شك في النهاية ممكن تشعره إنه فيها معنى الجحود، بس بدنا نفهم أول شيء كنود، لأنه كان بإمكان، ما هو الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة جحدة في القرآن الكريم، وشك وجحد وجحدوا بها، وجحدوا بها يستخدم جحدة. واحنا بنعرف الجاحد اللي بيؤمن في داخله، مش هيك؟ مؤمن في داخله او مصدق داخليا مظهر الكفر، لان الكفار ثلاث، كفار ثلاث، باطنه كفر ظهره كفر كافر، باطنه كفر ظهره ايمان منافق، باطنه تصديق ظهره تكذيب كافر جاحد، كله كافر، كل هذول الثلاث كافر. إنما إيش كنود؟ أولا كأنه العرب بيقولوا أرض كنود، أرض كنود يعني أرض لا تخرج نباتا. الكند فيه معنى القطع، فيه معنى القطع. لحد الآن في أصل المعنى اللغة، في اللغة ما يأتي كندا بمعنى جحدة، وإنما الكند فيه قطع، فيه معنى قطع، وذاك الأرض التي تنقطع عن الإنبات فلا تنبت، هاي كنود، هاي كنود. خليني الآن مشان أوضح كنود وفي مقابلها، لاحظوا إن الإنسان لربه لكنود، بلاش وإنه على ذلك لشهيد، خلينا وإنه على ذلك لشهيد نوقف شوي صغير مشان نفهم المعنى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. قلنا شوي بنتوقف ايش عن وانه على ذلك لشهيد، لان هي تتعلق بكنود. فحتى نفهم كنود في سنتين متقابلات، متقابلات في خلق الانسان وبنيته النفسية. الانسان مش الكافر، الانسان قوانين. ان الانسان لربه لكنود وانه لحب الخير، شوف هناك لربه لكنود، لحب الخير لشديد، لربه لكنود، لحب الخير لشديد، تمام؟ لاحظوا الكنود شو هو. الكنود اللي ما عندوش توجه واهتمام واتجاه واندفاع في اتجاه ربه، هذا هو الكنود. كمان مرة، الإنسان ما عندوش في فطرته لاحظوا التوجه القوي اتجاه الخالق وشوق إله، كما قال بعض أهل اللغة، وشوق إله، لاحظوا، وتوجه وسلوك باتجاهه. هذا مش ببنيته الفطرية اللي تجعله يعني تلقائيا دايما مشتاق ومتجه وسالك لربه، لا، هو كنود. لكن إذا بدكم فطرته وين متجهة دايما؟ لحب الخير، منشد ومتجه ومهتم ومشتاق دايما.
انتبهتوا؟ اذا هو مشتاق هون ومش مشتاق هون، متوجه هون مش متوجه هون، مهتم هون مش مهتم هون، لربه كنود، لحب الخير شديد، منشد دائما، شوفها دائما منشد لايش؟ لحب الخير الموجود في داخله. الله محببه بالخير، الان بنعرف شو الخير، الله محببه بالخير، فهو دائما منشد للخير، مهتم فيه، متجه نحوه، متجه نحوه. اما اللي خلقه ورزقه ووهبه وتفاصيل مش موجود عنده هذا الاهتمام والاتجاه والانشداد والشوق. يعني بتجدوا عند الناس دائما شوق الى الله ولا منذكرهم تذكير؟ يعني انتم بتذكروا الناس انهم يجمعوا ويسعوا نحو ملذاتهم والتفاصيل، بتذكرهم في حاجة نذكرهم؟ لا، في حاجة كلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا مش هيك؟ وعملوا الصالحات وتواصوا، لحظة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، في تواصي. أما مش بتواصوا الناس في البحث عن كل ما ينفعك وعن ما تحبه، احنا ما نوصيك على اللي بتحبه؟ هو الله سبحانه وتعالى وصى الولد في الأب والأم، بس مش كثير وصانا احنا بالأبناء، ما هو حابه وأصلا تارك أمه وأبوه من أجل ابنه. ها؟ فالتوصية وين بدها تكون أكثر؟ وين بدها تكون أكثر؟ هذول أخات يا رو، صار مناظرهم ما عادتش يعني جميلة، وغير قضية التأفف والتأوه، وبيفقدوا صبرهم، وغير المرض، وبعدين أما الولد، إذا الولد اللي مرض يختلف الأمر، معناته الوصية وين لازم تكون أشد ما يمكن؟ الوصية أشد ما يمكن في اتجاه الوالد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، مش هيك؟ أما الولد ما أنت إلى حالك، يعني إلا ما شذ من البشر، هذاك شذوذ. طيب نشوف، إذن إن الإنسان لربه لكنود، في داعي هذه الحقيقة ندلل عليها؟ في داعي نجيب شهود؟ لا يا أخوي، ما هي مبينة في كل أحواله وسلوكياته وتصرفاته، إن أعطاك 5 دقائق صلاة بشوف حاله. طب قديش لك بتشتغل؟ بقول لك بشتغل 10 ساعات في اليوم، وهو بكد 10 ساعات في اليوم. طب وقديش بتعطي ربك؟ مستكسر 5 دقائق، ما بتلقي من قال ما الله أكبر وطول الإمام شوي، الله أكبر. أما لو بيعدوا له قاعدين بصير كل اللي وراه استنى بيعدوا له، تمام؟ فإن الإنسان لربه لا يخوي، هذا قضية المحبة والشوق والاهتمام والتفاصيل، هذا كنود. أما يعني بيطلعش منه شيء زي الأرض الكنود. أما لحب الخير، طب ما هو الخير؟ العجيب تواطؤ كتب التفسير تقريبا 99% منها على انه الخير هو المال، هو المال، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وما انا مستغرب مرات ليش البشر، قصدي اهل التفسير، مرات بتواطؤوا على مسألة الى درجة سمعت بعض المشايخ اللي بفسروا في هذا العصر شو بقول لحظة، قال عكرمة، شو قال عكرمة اللي هو تابعي يعني من كبار المفسرين، تابعي، شو قال عكرمة يا اخوي؟ قال وين ما ورد المال الخير، وين ما ورد الخير في القرآن فمعناه المال. الله اكبر، قال عكرمة، طب ما الله بقول قاعد في القرآن، بتقول لي قال عكرمة؟ قال، تصوروا مرات شو بنذهب، يعني مرات على فكرة بيكون انسان عالم وتفاصيل
ولكن يردد ما سمعه من شيخه بدون ما يتحقق. لا هو يعني شيخي بغلطش، شيخك وغلط هالغلطة. لكن الكل سمعتها مش من واحد واثنين وثلاث من كبار علماء هذا العصر، قال عكرمة او قال فلان اينما ورد خير في القرآن فمعناه المال. اقولكم لم يرد القرآن في الخير في القرآن بمعنى المال، مش صحيح ولا مرة حتى. هذا بدي بالغ في مقابلهم شوي، بالله بدي اكون في مقابلهم ولا مرة، وحتى اكون ادق شوية من هذا الكلام. مش قال اينما ورد الخير فهو المال، لا مش صحيح، ما وردش حتى. اولا ورد خير الخير معرف وغير معرف في القرآن الكريم في حدود 176 مرة، 176 مرة، ستة منهن اللي ممكن تفهم من السياق انه المال، ستة منهن من السياق بنفهم انه المال، وبتضيعوا 170 وبتيجوا بتقولوا اينما ورد الخير في القرآن فهو بمعنى المال. هن اصلا كلهن ستة بيلتبسن انه الخير بمعنى المال، بس ستة من اصل 170. هذا واحد. اثنين، الخير معرف هون شو قال؟ وانه لحب الخير. الخير معرف هنا لم يرد في القرآن الا ست مرات، ولا مرة السياق بقول انه المال من الستة. مع ذلك تتفاجئوش انه مرات ممكن يقال كلام ما يكونش له اساس، ويقول كبار علماء منين اجى هذا الكلام. بسمع من انا صغير مرات شغلة، من انا صغير بظل اكررها، ولما بكبر براجعها. زي ما بعض اخواننا المشايخ كان مرات يقول انه اينما وردت رجال في القرآن فهي بمعنى رجال فهي مدح، اينما وردت في القرآن رجال فهي مدح، لحد ما قلنا لهم وبعدين معكم، ما هو اصلا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، وبعدين هاي مدح، هاي شو المعنى؟ ايش معنى؟ المعنى معناته ما مش عم نستقرئ مظبوط الالفاظ القرآنية، نطلق مرات، وهذا بيحصل كثير، هذا بيحصل كثير على فكرة عند اهل التفسير، بيطلقوا الامور بدون استقراء كامل، بدون استقراء تام للالفاظ القرآنية للتحقق انه هذا الكلام اللي بنقوله صح ولا لا. واما الستة اللي يعني هم بيلتبس عليهم الامر فيها، يعني ثلاثة منهن او اربعة بآيات وراء بعضهن، وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هاي ثلاث شوي بالله، إن ترك خيرا، بس خلينا نجيب الآية من أولها، الآية من أولها، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مش هيك؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. خليني أقول إنه هذا مقصود فيها المال هون، لأنه السياق شو بقول؟ ميراث. وأقولكم مش مقصود فيها المال، لحاله إن ترك خيرا، الدليل على إنه مش مقصود فيها المال لحاله. أولا افرضوا ترك براءة اختراع، هاي كيف بدنا نقسمها بين الورثة؟ براءة الاختراع اللي أصلا ترك مال اللي بتقولوا عنه مليون، وبراءة اختراع بتسوى مليار، الورثة بدهم يدقوا في المليون وينسوا براءة الاختراع. حقوق التأليف، هذه خير ولا مش خير؟ هذه شو الموقف؟ بدنا نقسمها على الورثة. إذا معناته لما عبر بالخير الله سبحانه وتعالى بده يوسع المفهوم اللي بنفهمه احنا عن المال، هو ترك خير، ترك خير. طب شو الخير؟ طب افرضوا ترك خنازير يبيعها للملاحم بنوزعها على الورثة، ترك خمر محل يعني فيه 10 طن خمر، هذا خير؟ ترك مال ساركو، هذا خير؟ اذا كيف يعني خير بمعنى مال؟ كيف يعني خير بمعنى مال؟ وين الخير بمعنى؟
بعدين وما تنفقوا من خير، لانه ما بيقبلش منك اصلا تنفق الشر، المال اللي هو شر بيقبلوش. فاذا مش المقصود بكلمه خير المال، لما يقول وما تنفقوا من خير فلانفسكم، طب افرض انه منفق شر لنفسه ولا عليها مثلا. اذا غير صحيح انه كلمه خير في اللغه تساوي مال. هل المال اللي يستخدم في وجوهه في وجوه الحق خير؟ مين بينكر انه المال اللي يستخدم في وجوه الخير خير؟ ما هو اي شيء يستخدم في وجوه الخير خير بما في المال. اما مال تعني خير؟ حتى يجي بعضهم يقول اينما ورد خير في القرآن فهو بمعنى المال، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا مال. وما يفعلوا من خير فلا يكفروا. لا، ما هي مية، ما قلت لك 170 هذول اكيد ما بيعنوش المال، الستة فقط الملتبسات اللي منهن ذكرنا هكذا أربعة، مش هيك؟ وبالتالي ليش أجوا فسروا هون وإنه لحب الخير لشديد؟ شو هو الخير؟ هو الإنسان مفطور. قديش معناه هو؟ الإنسان مفطور على حب ما ينفعه، على حب ما يدفع الضر عنه، على حب ما يجلب له الراحة وما يجلب له اللذة وما 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 لا مش بكذا الشهوات، أقصد كل، حتى الله سبحانه وتعالى ما كان نافع للبشر سماه خير، ما كان ضر، أنا ما نتكلمش عن شخص، ما كان نافع للإنسان الله سماه خير، ما كان ضار في الإنسان شر وحرمه كمان أو كرهه. انتبهتوا كيف؟ إذا معناته هون الإنسان الله فاطره أنه يمين، الله محببه أصلا بالمال. طيب وشو كمان محببه؟ محببه أمور كثيرة. هذه الأمور الكثيرة من أجل إيش؟ من أجل أنه يقوم بخلافته في هذه الأرض. فبالتالي كل ما كان نافع ولا الصالح ونسميه إيجابي فهو خير، يقابله الشر شو بكون؟ ضار سلبي. مش قضية مال، ليش نقزم كلمة خير بالمال؟ ليش نقزمه؟ فالإنسان إذا دائما بتجده مشدود، انتبهوا الآن، مشدود ومتجه وسالك ومهتم في كل ما يحبه من منافع تحقق مصالح وتدفع مضار. في الوقت بالنسبة لخالقه ما كانش زي الخيل اللي بتعدو. شفتوا الخيل شو كانت عاملة ولا راكب سيدها عليها لتحقيق هدفه؟ اعطاك صورة ايش؟ التفاني في خدمة الرب الصغير، الفارس هذا التفاني في خدمة الرب الصغير، والإنسان كنود. طيب مدامك يا رب خالقه هيك كنود ولحب ما لاحظوا ومشدود، هو كنود لخالقه ومشدود لحب كل ما ينفعه ويحقق مصالحه وإيجابي عنده كإنسان، خصوصا لما البشر كلهم يلتقوا على إشي، كل البشر انه هذا محبوب، هذا اكيد بكون على فكرة كويس كل البشر. يعني بعض الناس يقول مثلا كل البشر مشدودين مثلا نفرض الذكور نحو الاناث، طبعا ما هو اذا ما كانش الذكر مشدود نحو الانثى وديع الدكتور يعالجوه، ما له اشي، عنده نقص هرمون. طيب صار عنده هذا خير معناته. بس الزينة مش خير، هذا موضوع ثاني الان. بس الميل في حد ذاته، ما اذا بكرة واحد بلغ ابنه فوجده ما عندوش ميل للنسوان، شو يعني؟ الولد بده تحويل للدكتور، مصيبة، ما له اشي. طب ممتاز، خليه اصلا، خليه مش منتبه. كيف يعني خليه مش منتبه؟ يعني هذا خلل بدنا نعالجه. بس موضوع الزينة هذا موضوع تاني، ما صفاش قضية ميل اتجاه، لا اشي تاني، هذا خروج على مصلحة مجموع وتفاصيل طويلة.
زي اللي بيقدم انانيته على مصلحة المجموع، تمام، كله في نفس الباب. طب ماذا مكنود؟ ايش اللوم؟ ايش اللوم؟ وذاك حبه، هكا سؤال. وانت بتحب كل، بتحب منافعك ومتجه نحوها وسايح فيها، تمدح؟ تمدح انك سايح في منافعك؟ ما كل الناس بيحبوا منافعهم، كل الناس بيحبوا مصالحهم، كل الناس بيسعوا إلها، كل الناس بيهتموا فيها. يعني ممدوح بنقول والله فلان محترم، هذا ليل نهار مع الغنمات، ليل نهار وهو يعني حريص عليهن، يعني نفني حياته وراها الغنمات. ايش؟ ايش هذا؟ مدح هذا؟ ايش طبيعي هذا؟ بس هو مبالغ كمان، هذا مبالغ. لا يمدح الانسان فيما فطر عليه وعلى محبته. وانا فطرتي تجعلنيش مشتاق لخلقي ومتجه نحوه، وتفاصيل زي ما انا خالقني الله نحو بناء مصالحي ومنافعي والتفاصيل، فانا امدح على هذا الاتجاه؟ لا. طيب وهذا الاتجاه ها اذا اتجهت الى الخالق هون بصير ممدوح انا. ليش؟ لانه مش اشي موجود في فطرتي اصلا. اقم الصلاة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، بدها صبر، وكلها ثلاث دقائق، كلها ثلاث دقائق، بقول لك انا ببحث حول الدار ساعتين بس ما تقوليش صلي، ببحث حول الدار ساعتين ثلاثة اربعة بس ما تقوليش صلي، بقعد يصلح السيارة 20 ساعة صلاة يا فلان كيكتين، صعبة صعبة، تصطبر عليها، بدها صبر. والعمال بقوا فيكم من الساعة 2:00 و2:30 مش عم يشتغلوا بإسرائيل، ولما بطل إسرائيل مش عم بفيق على الصبح على الصلاة 5 دقائق وهو في الدار اتفق. هذيك من مدحش عليها، يعني ما هي أصلا دوافعه. طب هذه الدوافع مش موجودة. أيوة. وبالتالي الآن بدنا نربيه إنه أنت طبعا الله خلقك في هذا الاتجاه. طيب الآن بدكش تنسى هون بدها تربية خاصة. وكل ما اتجهت في مدح لما بصير عندك ايش اتجاهنا هو خالقك وتفاني فيه وعشقه محبته، لحظة، اتجاه نحوه السلوك، كل ما زاد كل ما كان في مدح، كل ما زدت في هذا الباب كل ما مدحناك، كل ما زدت في هذا الباب كل ما ذميناك، لانه اصلا هذا فطري، هذا مخلوق فيه ما لكش مدح فيه. ايش يعني ميزتك في انك رايح في هذا الاتجاه؟ ايش ميزتك رايح في هذا الاتجاه؟ ميزتك هون. فبالتالي اذا منجاوب من اللي ذكر انه هذا ذنب؟ هذا مش ذنب الان، هذا بحق هذا الله بيكشف عن قانون من قوانين النفس البشرية مشان تنتبهوا لخالقكم ومربيكم واللي خلقك، وانتبه للخيل اللي هي يا دوب فيها شوية عقل، اخلاصها لربها الصغير كيف انها هي تحته وبتلقي نفسها في المخاطر من اجل ربها. انت يا انسان ماشي الله خلقك هيك، لكن مين قال لك خلقك وما يعالج فيك؟ خلقك مشان تبني حضارات وتقيم وتحط، وخلق فيك حب الذات والمصالح والمنافع والتفاصيل اللي هو الخير هذا اللي بتحبه انت، ما ايش قضية. لكن مش تخليها مقطوعة من هذا الجانب بالمرة، مش زي الارض اللي لا تنبت، في هذا الاتجاه كله في هذا. طب وهذا الاتجاه هون قبلانين منك ربع ساعة، انت بتشتغل قديش في اليوم؟ 8 ساعات. ما هذا 8 ساعات عند اللي بعطوك راتب، ما بعدها بترجع تشتغل عند المرأة والأولاد، اشي ثاني هذا، وعند الجيران وعند تفاصيل، ها ايه بتشتغل لك يعني 15. طب ساعة واحدة يكفي منك نص، انتبهتوا شو المقصود؟ اذا بده يوريك كيف انها من هون منقطعة، من هون ما شاء الله، من هون ما شاء الله. اذا هي لربه ما فيش، لربه ما فيش، لحب الخير شديد منشد كله هايم. اذا هو نوع من كشف حقيقة من اجل العلاج والانتباه انه مش كله بهذا الاتجاه، مش كله بهذا الاتجاه. تشوف المنطقة اللي انت اصلا مش عم تنبت فيها خير.
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا ما إذا بعثر ما في القبور؟ يعني هو مش واصله، وما قالش إيش على فكرة مش واصله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ بكرة كل هالنيات هاي كله لأنه تحصيل فيه معنى الجمع والإحصاء، فيه معنى الجمع والإحصاء، كله كل ما كان في الدنيا في داخلك من نوايا، لأنه مش العبرة بسلوكك، جوا شو فيه في الصدور، لأنه اللي في الصدور هو أساس الأفعال كلها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ شو بصير؟ تركها مفتوحة لأنه فيها هاي الدين كله بشرحها شو بصير بعدين فيها. أفلا يعلم هو ما وصلوش، ما وصلتوش الأخبار؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الخبرة فيها على فكرة معرفة البواطن بدقة وإحاطة، معرفة البواطن وبواطن الأشياء، ها؟ لأنه دائما الخبراء بيعرفوا إيش الجوة المخبى بدقة وإحاطة. إن ربهم بهم، شو المقصود؟ انتبه، في بعثرة للقبور، في بعث، ها؟ في تحصيل ما في الصدور والنيات، وإنه هناك الخبير الذي يعلم الدقائق الأمور، ها؟ ما تخليش الجهة هاي، شوفها، ما تخليش الجهة هاي ما فيش فيها ولا شيء وكله رايح في هذا الاتجاه. إذا مش ذنب بقدر ما هو كشف عن حقيقة إنسان بحاجة يعالجها، زي ما كشفنا عن حقيقة حبه لذاته لازم يعالج، ويطغى إذا استغنى لازم ما يستغنيش، وهلوع مش لازم يكون هلوع، كيف منخفف الهلوع عنده؟ إذا مسه الخير الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، إلى آخره. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.